اهلا بكم اصدقائي الاعزاء، فيديو جديد ونموذج جديد من نموذج تحدي الاعاقه. صديقتنا الجميله بسبب اصابتها بالكانسر فقدت احد ساقيها، ورغم اعاقتها لم تفقد الاراده والعزيمه، بتعيش حياتها بتستمتع بيها، حياه سعيده حتى لو كانت على ساق واحده. قوه ارادتها وعزيمتها بتتحدى كل صعب وتواجه الاعاقه بكل شجاعه. ثقتها بنفسها كانت أكبر دافع ليها لتخطي هذه الإعاقة وتجاوز هذه المهنة. قوة إرادتها وعزيمتها قدرت تتغلب على الإعاقة وتواجهها بكل شجاعة وعزيمة وإصرار. والوصول لحياة سعيدة مش شرط إنك تمشي في طريقك على ساقين، ممكن تعيش حياة سعيدة حتى لو كانت على ساق واحد.